السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام استئناف المفاوضات السعودية مع الحوثيين وإلى الوقائع. استأنفت السعودية اليوم الأربعاء المفاوضات مع صنعاء، وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ سلسلة لقاءات شملت وفد صنعاء المفاوض والوسطاء العمانيين. وكرست اللقاءات وفق مكتب جروندبرغ لمناقشة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن في إشارة إلى وقف إطلاق نار شامل. وجاء تحريك جروندبرغ مع تطورات في المشهد اليمني أبرزها سماح صنعاء بزيارة رئيس السلطة الموالية للتحالف بزيارة مدينة تعز عقب اتصالات سعودية مكثفة مع وسطاء إقليميين. وتأتي الزيارة ضمن مساعي سعودية لترتيب أوضاع القوى الموالية لها جنوب وغرب اليمن تمهيدا لاتفاق جديد مع صنعاء. ويشير استئناف المفاوضات من حيث التوقيت إلى ترتيبات جديدة لمزيد من التقارب بين صنعاء والرياض. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.